السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. سمحوا لي بديت لكم هذا الفيديو من الظلمه من البصوصه، ولكن ماشي مشكل، هنا طال الضو. قولوا لي كي دايرين، لاباس عليكم، اش كتعاودوا، كي دايرين مع الوقت، كي دايرين مع الحياه، كي دايرين الناس اللي عزاز عليكم، كلكم على خير. نتمنى انكم تكونوا بخير. المهم هذا الفيديو راه فيه بزاف ديال الحويجات، وليت كنبارطاجي معكم غير داكشي اللي كيعجبكم. انا كنت خرجت ودزت مشيت شفت ديكاتلون، بالو لي فيها دي زوفر، وقلت غادي نصورهم لكم. صراحه كانوا لي سولد. هذا غادي نكون صورته لكم صراحه، ماشي هاد لاسمان، السمانه اللي فاتت بانوا لي فيها، ولكن راه النص ديال داكشي كله مشى ما بقاش. يعني كان داكشي زربان. شكرا على الفيديو ديال الكوزينه، شكرا على كل شيء. غادي نبارطاجي معكم هاد النهار حوايجات لي هما مختلفين، وكيف ما شفتم العنوان الحمد لله بدلت البلاكار ديال البيت من بعد شحال هادي سنين، وانا كنتسنى انني نبدلو، والحمد لله بدلتو، قديتو كيف بغيت. نتمنى انه يعجبكم، بقاو معايا حتى لا فان ديال الفيديو باش تشوفوا الماريو. قولوا لي واش عجبكم، كيفاش جاكم، واش اختاريت لا كولور اللي هي مزيانه ولا لا. غادي نخليكم دابا مع واحد الكوفر اللي كنت ديجا بغيت نبارطاجيه معكم، كنت خديته في اسواق السالم، وصدق ليا زويون. المهم البنات فرشت هذا، ولكن شوفوا لقيت فيه واحد الديفو، هو يبان لكم سطر ابيض، كي ما لقيتش التيكه باش خديته كنقلب على التيكه ما لقيتوش. هادي اول حاجه. دوزيام دي شوز، مرضيتش لو على العبار. انا عندي هادي ميديكال زايد في عندي واحد لاموس هنايا، داك العبار دابا ديال لاموس خاصني لتحت. المهم حتى نعاود نديها للخياط ونعاود نزيد كما قديت هذوك الاخرين. المهم انا حطيت غير هادو دابا. هذا كنت ديجا خديتو داك العام في اسواق السالم، ما بقيتش عقلت الثمن باش بلا ما نقول لكم شي حاجه ما كايناش. المهم هنا جاني هذا، المهم كما قلت لكم فيها الديفو، ما قلبت على التيك ما لقيتوش، دونك ما نقدرش نبدلو. صافي هادي نورمالمون، حيت دابا كاين شويه البرد، غادي نجبد الكوات الاخرى الغوص اللي كنت كنفرش، وتكونوا شفتوها ديجا. ضروري نكون صورتها عليكم. حطيتها منشوره تهوى شويه صافي، حيت هادي بارده. المهم هنا الطابيب هذا مازال ما بدلت حتى شي حاجه، بغيت غير نوريكم هذا. والتيسو ديالو زوين صراحه، حيت انا مكنلقى شي حاجه هكا سخيخنا غير شويه. هذا مثلا هذا سخيخنا غير شويه، الا كنتي لابسه شي حاجه هكا ما كتحسيش ب انت شارجا التليفون. حتى جوج شويه تشارج باش نصور لكم. ما كتحسيش هكا باللي راه بارد، بحال دابا مثلا هاد التحتاني هذا اللي دايره المطلة بارد بزاف. يعني في الصيف زوين، ولكن هذا صراحه كتشوف زوين. بغيتو في هاد السطر هذا، ما عرفتش واش داك السطر فين تتنا، ولا ما عرفتش واش ديفو ولا ماشي ديفو، ولا هو ديفو باين غير هو. المهم ما جاش في الفوق، جا في هنا على الاغلب. انا غادي نبقى نطلع هذا حتى لهنايا. مهم هكا جا هاد الخير. هذا مكان. دابا غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى.
وي البنات، هذا هو داك اللي كنت قلت لكم من قبل، الشكل ديالو كيكون مود. تقدروا ديروا هكا، تقدروا ديروا الشكل اللي بغيتو. كما قلت لكم هذا راجعني شويه، انا صغير ماشي قبل نوسيو. المهم هذا غير دابا في الرشو، كنت بغي نوري لكم. بعدا كاين صراحه شويه البرد، تحرك البرد ضروري خص تغطى بشي حاجه اللي هي سخونه شويه. المهم هذاك راه ديجا عندي اللعيبات ديالو، غير كما قلت لكم راه بارد. المهم هذا راه كنت خديته في اسواق سلام، كانوا داروا فيه لي برومو، وقيله 300، وقيله غادي يكون داير داكشي اللي غيكون داير ولا 400 ولا كاع شي 200 وشي حاجه. المهم راه زوين، الا لقيتو غير خدوه، راه كاينين غير هما مازال دايرين لهم شي 600 درهم ولا معرفت 500 درهم. نتسنى حتى يهبط فيهم شويه، بان ليا فيهم واحد مزوق فيه شي، مهم لاباس ديالو كحله وفيه الالوان هكا عجبني، حتى يهبطو فيه تاني عاد نمشي ناخدو. المهم هذا هو الشكل ديالهم، المهم راه سخيخنين. نبارطاجي معكم واحد الصوخ اخرى اللي كنهضر في الطواليت، خفتي على بركه. المهم انا اللي دايره الماء سخون، شو بحال هاد لي زور ولا سليبات ولا كاين شي قوامش كيبقى لكم فيها ديك السفوريه تحت الباط، غادي ديروا هاد البرودوي. كندير فيه انا شويه، لكن خاصهم يترقدوا ضروري، خاصهم يترقدوا. وكندير شويه ديال البيكربونات، شويه ديال البيكربونات والصوت، نشوف لكم هكا واش يبان لكم. شويه ديال البيكربونات والصود، واهم حاجه هي هادي انا لا بارشيميك، لا بارشيميك. البنات نسيت لكم هكا واش كيبان، لا بارشيميك هي اللي كتحيد داكشي كامل. حتى بالنسبه للفراش، كاين الفراش اللي كتبقى فيه ديك الصفوريه فين كيكون هو بيض وكيبقى صفار. المهم كنت عندي واحد القميجه ما كنتش كنلبس على ديك الصفوريه، دابا الا رقدتها في هذا راه كيولي مزيان. انا بالنسبه ليا كنخليه مثلا لونسيت الماكله الاخرى راه فيها ساعه، فيها ساعتين، بين ما ترقد هذا ساعتين، غير غنشر الاخرين غنحط هذه باش تصبر وباش يتصبر. كندير ليه ضروري كندير ليه سخونيه، ضروري كندير 40 درجه، المهم مينيموم 30 باش يصبر ليا مزيان. وهذا مكان صافي هنايا كما كتشوفوا، دخلت للكوزينه. انا كنبدا في الدار كنبدا بحاجه بحاجه باش نعرف شنو كندير، وكنخلي لها الكوزينه هي الاخرانيه. الفيديو ديال لا فيسيل ها هو، الا كنتو مازال ما شفتوش دخلوا شوفوه. شكرا شكرا لكم بزاف على مؤخرا صراحه راه بدات كديفلوبا. انا كنبارطاجي معكم هذوك ديال العطريه اللي كانوا كيطلعوا ليا الدم، دابا راه كنلوحهم في لا فيسيل، كنتهنى منهم كنقيهم ساهلين ماهلين. غادي ندوز غادي نبارطاجي معكم واحد لاطاخت ولا اش غنقول لكم، سميوها اللي بغيتو تسميوها، حليوه زوينه كتجي زوينه، جبل الجينواز كتجي زوينه لشي عيد ميلاد. انا كنصايبتها شحال هادي وبغيت نبارطاجيها معكم. فيها خمسه ديال البيضات، خليتهم ما غادي تفرقوهم البنات ما حتى شي حاجه، يعني ما غتفرقوا لا صفر البيض على بيض البيض لا حتى شي حاجه، يعني كتجي سهله 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 بزاف. كما كتشوفوا انا درت هنا كاس ديال السكر اللي هو كبير، من بعد ما طربت كما كتشوفوا البيض قلت لكم درت خمسة ديال البيضات، وضروري يكون بحراره المطبخ. صافي هنا كما شفتوا جزت كاس، ومن بعد دابا زدت هنا فانيا. راني استعنت بالعجانه، لان صراحه هي اللي علاش العجانه البنات، حيت كنطلقها وكنكون انا كندير حاجات واحد اخرين، وكندير بزاف ديال الحوايج في وقت واحد، يعني ما كنبقاش هزه الطراب وكنقاد. بالنسبه للدقيق انا درت أربعة ديال الكيسان، داك القدر باش درت السكر وباش درت الكيسان. هنا زدت الخميره وصافي. وكما كتشوفوا راه كنزيد الدقيق شويه بشويه، والفوي راني كندورها غير بالخاطر. هنا غير مسرع الفيديو شي شويه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. صافي، وكنبقى ندور بحال هكا حتى كيبان ليا تخلط
الدفعه الاولى تخلطات، ومن بعد كندير الدفعه الثانيه، وبشويه بشويه حتى كنسالي ديك الكميه اللي كاينه عندي. وهذا الشيء كيبغي الخاطر، ولكن والله الا كتجي واحد المذاق اللي هو زوين وسهله وحتى في المنظر وماشي مكلفه بزاف بزاف، يعني هكا الا درتوها الناس اللي عزاز عليكم ولا راه تحمر لكم الوجه، وكتجي زوينه. انا الصراحه حيت الجنوات الاخرى كتعذب شويه وداك الميلونج، وخاص كتدخل الابيض مع هذا الصفر لي كريم، وهذا هذه كتجي هكا كتجي هكا زوينه خفه مسربه. صافي كما كتشوفوا القوام ديالها هكا، شديت 100 غرام ديال الزبده وذوبتها، وعاد غادي نزيدها ليها، غادي نبقى نزيدها ليها حتى هي بشويه بشويه. شوفوا كيفاش كندير من تحت للفوق من تحت للفوق، غادي نخليها حتى غادي تجمع ليا كلشي وما تبقاش تبان ليا ديك الطبقه هكا معزوله ديال الزبده بوحدها. كما كتشوفوا هنا جبت اللاطه ديالي اللي انا درت لها بابي كويسون وطلعت لها دوك الجنيبات باش منين بغي نقلبها تجيني سهله، وغادي نسرحها على هاد على هاد المول. اش بغيت نقول لكم، بغيت نعطيكم العبر ديال المول ولا مابقيتش عاقل عليه. صافي، ودفعوا الجنيبات بحال هكا، وحاولوا ان داكشي يكون مسطح باش تجيكم ليبيسور ديالها ليبيسور ديالها يجيكم واحد. ضربوا بلاطه بحال هكا باش يخرجوا دوك الفقاعات، وراه كنشعل ليها من الفوق ومن التحت خطره واحده دغيا كطيب صراحه. ما كتاخذش بزاف، 15 دقيقه 12 دقيقه دغيا كطيب وكتجي مزيانه. انا خليتها في الفران ودزت باش نصايب معاكم لا كريم. بالنسبه لا كريم استعملت غير هولالا، درت اترو ديال هولالا ديال هولالا صافي. والا بغيتو تزيدو تنسموها بشي حاجه، انا نسمتها ولكن ما صورتش لكم هذاك باش نسمت، هو بحال يون كريم غير بصراحه مابقيتش عاقله على سميتو حيت شحال هادي باش درت هاد لا فيديو. وخليت لا كريم حتى طلعات. في الاول كنت درت غير شويه ومن بعد زدت ليها لانني ما قدتنيش، حيت درتها في الداخل ودرتها حتى في الفوق. بالنسبه لي انا ما كنحمرهاش بزاف، خليتها غير بحال هكا. ومع اصلا كنت زربانه، كنت بغيت نديرها باش تجلس في الثلاجه باش غد ليه تجيني سهله. انا خليتها باتت باش تجيني مزيانه. ولا بغيتو تقلبوها عندكم تقلبوها على شي سطح ديريكت ضروري، اما ديروا السكر كلاصي في السطح اللي غادي تقلبوا عليه، اولا ديروا البابي كما درت هكا وتخرجوا من باب واسع. ديجا طرات ليا ماشي مره ماشي جوج كنبغي نقلبها وكتلصق ليا في هذيك البلاصه فاش قلبتها، لانها كتكون مازال شاده في راسها. صافي، ما تنساوش انكم تدخلوا لعندي الانستغرام اللي هو صراتي البدويت كنتاوي، كنبارطاجي فيه حويجات اللي هما زوينين غادي يعجبوكم مختلفين شويه. دخلوا عندي الفيسبوك حتى هو راه لاباج نفس السميه، غادي نجاوب البنت اللي قالت لي واش 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 اتاي الكنتاوي ديالكم. والله اختي ما كرهتكم كان ديالي كون كان ديالي ما كرهتش ولكن اش غادي دير. المهم انا كما كتشوفوا شديت العبار وبقيت كل حاجه بقيت كل حاجه كنقادها وكنحطها على العبار ديال المول. انا عندي هذا اكستنسيبل كيتزاد من الطول ومن العرض. صافي شديت العبار وشفت داكشي اللي غادي يجيني. انا سقيتها بالقهوه، تقدروا تسقيوها بالحليب، انا بغيت فيها القهوه لانني غادي ندير لوكو ديال الكراميل، فغادي يجي اسورتي غادي يجي زوين مع القهوه. صافي، وهنا سقيتها مزيان كما كتشوفوا، ودرت لها الجنيبات صراحه عجباتني. ودابا ملي جيت كنمونطي وبانت ليا وانا نتفكر بلي راه ساهله، الا كان بنادم بغى يدير شي حاجه بحال هكا بلا ما تعذبوا وتشريو شي حاجه على برا، حيت دابا لي بري ديال هذا راه ولاو كارثيين. اش غنقول لكم، كاينين شي اثمنه الصراحه كون غير تكون لا كاليتي، كاينين شي اثمنه دابا كيخلعوا وكتلقاي زعما ما كنكذبش عليكم كتلقاوني شي محلات اللي هما كبار ومعروفين ولا كاليتي ما كايناش عندهم. صافي قلت لكم درت لاكريم كطبقه الاولى، وكما كتشوفوا قديتها ما كثرتش لاكريم لان ما قدتنيش، داكشي علاش حاولت انني نصايبها ونقاد على حسب داك العبار اللي عندي. صافي كما تشوفوا سطحت داك سطح العمال، بقيت كنقاد فيه كما كتشوفوا هكا حيت الفينيسون هكا كتقاد. هنا ما درتش الميزان باش نعرف واش مايله لهاد الجي ولا مايله لهاد الجي. في الاخير غادي تبان لكم، انا نوريكم واحد البلاصه جاتني فيها شي شويه عوجه، ولكن سي نورمال حيت ما استعملتش الميزان ديال الماء باش نعرفها اين جهه لاش مايله، لان هذا الخير هذا راه فن
زوين ولكن كيبغي الخاطر وكيبغي حتى الفلوس حتى هما الا بغيتي تتعلمي زعما داكشي كوم يلفو. صافي هنا راه شديت العبار بلي ما غاديش يدخل، دخلته بهذه الطريقه هذه. صافي زدت الطبقه الثانيه، كنتو باغيين ديرو اكثر راكم غادي ديرو جوج لاطات ولا غادي دوبلو الكميه ديال هذه ولا ديروها في مول اللي هو مدور. كما كتشوفوا راه كنقاد وكنزيد دوك الجنيبات، كنحاول نسد كل شيء باش تجيني هي هذيك على المول. راه ما كيبانش داكشي من بعد فاش كيتجمع مع الحلوه كامله، ما كيبقاش كيبان، كيبان عادي وكيبان اوموجين داخل في بعضياته. صافي كما كتشوفوا هنا القهوه، راه درت غير القهوه ديال قهوه سريعه الذوبان في ماء سخون صافي وسقيتها به. غادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديالها كتجي زوينه. هنا كنعاود نكرر نفس الطريقه اللي درت في سميتو، غادي نديرها في الفوق. ديما بداو بالجنيبات لان الجنيبات هما اللي كيبانوا على كيبانوا في الجنب ديال الطخت. بداو بالجنيبات حتى في بحال بصاطلال وهذا، بداو في دوك الجنيبات اللي كيبداو فيهم الناس باش كيبان لهم باللي راه كتبان لهم باللي راه عامره. صافي عاوتاني قديت الامور وسطحت مزيان وصيبت وتفكرت هذاك اللي قال لهم ها هي داك اللي كيدير الفيديوهات في يوتيوب، نسيت شنو سميتو في فيسبوك، يقول لهم ها هي مرة بيضاء وها هي خمارة حمراء. هذاك السيد كيسرع داك الطريقه باش كيقدم. صافي انا كما كتشوفوا خليتها باتت، انا صراحه خليتها باتت ولا تقدروا غير تبردوها. كانت بعض المرات كنديرها في الفريغو وكنجهد كندير ليها كنجهد الفريغو باش يدير ليا السوبر فريز وكيبرد ليا. كما شفتوا راه عوجه عندي شي شويه هنا لهذا الشيء كما قلت لكم، حيت ما درتش مزال الماء. وحتى الجينواز دوك الجنيبات راه فيهم شي شويه كبيبرين، ولكن هنا راه كتبان مزيانه وكتبان زوينه حيت لاكريم صعيب انك تشدي بها عبار. وسورتو انا راني دايراها غير العائله، وهذا زعما ماشي ما تحسش انها تكون بيرفكت حيت ماشي كوموند، ماشي شي حاجه. كنت في الاول بغيت ندير غير بحال هاد اللعبه، ومن بعد وانا تفكر عندي في الذاكره ديالي واحد الديكور، فقلت غادي نديرو راه كيجي زوين. كنخلي لكم في الجنيبات هكا لي فيديو باش نذكركم بهم، دخلوا شوفوهم راه كنبارطاجي فيهم حويجات زوينين وكنتعذب عليهم باش نديرهم. نتمنى انكم تلايكيوهم، خليو لي غير كومونتير واخا غير نقيطه واخا غير قليب باش نعرفكم باللي راه كتبغيو هذا الشيء اللي كندير. صراحه شكرا لكم، راه التحفيز ديالكم فاش كنشوف لي رياكسيون مع لي فيديو وكنشوف لي فيو كيطلعوا، فراه كنعاود كنتحفز باش انني نعطيكم كثر وكثر ونعطيكم شي حاجات اللي هما جداد. صافي هنايا جبت اللوز ايفيلي كما كتشوف راه في المقله، راني حرقته هكا باش يكون كروستيون ولا يكون هكا مقرمش. وصافي درتو هكا بالجنيبات، راه غادي نسق لكم حيت كاينه لاكريم. بالنسبه للبوش هنا استعملت هاد اللعيبه هادي الدويه، ما عرفتش كيفاش دايره، ما عرفتش كيفاش نوريكم. المهم في الاول كنت باغا ندير واحد الشكل، من بعد وري بالي ندير غير هاد الشكل هذا، حتى هو راه زوين راه صلاح ليا. المهم التزيين كيبقى على حسب كل وحده وكل واحد وكل واحد اش كيبغي والاشكال. صراحه انا هادي كنت شفتها عند واحد السيده، نسيت على لاشين ديالها، وجربتها في المره الاولى وعجبتني، وجربتها في المره الثانيه ما صورتهاش لكم حتى المره الثالثه، عاد جربتها لكم، عاد زعما صورتها لكم، لان الصراحه جات زعما في المذاق ديالها جات زوينه. وهنايا راه جبت كنقي دوك اللوز الايفيلي اللي طاح ليا تما باش يجيني داكشي نقيقي. هنا جبت شوكولا غيش بيض 150 غرام ودرت ليه جوج ديال دانيت. عطاني واحد المذاق رائع، شوكولا بيض ولكن خاصو يكون غيش، الا ما كانش غيش راه ما يعطيكمش هذا المذاق، حيت كيجي زوين وكيشد في راسو. ديك الشوكولا كتبرد كتولي زوينه، شفت واحد اللون عطى فن هاد اللون. انا مع دوك اللوز ايفيلي في الجنيبات جا رائع، وحتى من بعد ما بردت شدات شويش في راسها. انا غد لي حتى كنت غادي نديها، لان قلت لكم نديها عند العائله عاده. زدت ليها زوقتها وخويت عليها الخير باش بردت غير شويه وديتها، ما خليتهاش من البارح. صافي هنا درتها وزوقتها، درت فيها السميه وكل شيء، انا خلينا عويشات. صافي وزينتها وقديتها،
وديتها وهذا كانت هنا فاش كنت درت، كنا زعما في وسط لانيفيرسير صافي، كان غير اونتر فامي. صافي هنايا راه كنوريكم كيفاش جات من الداخل، جات رائعه، جات زوينه، جا المذاق ديالها رائع، وجات صراحه عجبتني. وفاش كنشوف بحال هكا كنفتخر براسي والله العظيم، حيت هذا الشيء ماشي اي واحد كيعرف كيقدر يتعلم لي غير من تشوفان ولا غير من يوتيوب ولا يشوف غير فيديو ويعرف كيفاش يديرو. حتى المقادير راني غير كنشوف وكناخذ واحد التقدير عندي. صافي هنا غادي ندوز لكم البارت الزوينه اللي هي التغيير ديال البيت الصغيره اللي هو الماريو. كما كتشوفوا عندي هنا هاد الناموسيه، هاد البيت غير تيلي زانفيتي اللي جا كينعس فيها وصافي، داكشي علاش دايره فيها غير هنوي مساحتي صهان ان شاء الله ونبدلها وندير حويجات واحد اخرين. كما كتشوفوا لتحت عندي مبوربي بزاف بزاف بزاف، انا راه كنت حيدته ونقيت هادشي ولقيت ليه بلايصه في الكوزينه من بعد ما قديته. انا حيت غير نقصت هاد الغبره، اما راه كان ضروري خاصني نهز هادشي كامل باش ننقيه. صافي هزيت هادشي، فيه غير الكيسان البلاطوات، فيه بزاف، فيه الطباسل، فيه كلشي، فيه الكيسان ديال المناظر. المهم داكشي اللي كنستعمل واللي ما كنستعملش ما كانش عندي فين نحطو. كما كتشوفوا البلاكار هو هذا، عندي كان عندي بحال هكا هكا لقيتو هكا، بقى بهاد لوكا دخل كلشي. ودابا درت ليه واحد الشكل، نتمنى انه يعجبكم. قولوا لي الراي ديالكم، خليوا لي في كومونتير قول لي حاجه زوينه خايبه. المهم انا غادي نتسنى لي كومونتير ديالكم، راه اي واحد كومونتير راني كنجاوبو، واللي ما اللي زعما شفتو ما كنتش مسالي انني نجاوبو راه ان فوا كتح لي الفرصه، فراه كنمشي كنجاوبو. غادي نخليكم دابا مع لا فيديو. هنا راني حولت ديك الروينه كامله اللي كانت في وسط الماريو، ديتها عاود للصالون، حتى جا عاود النجار وقاد ليا كلشي وصايب، حيت جا على دو جوغ بزاف ديال الحويجات عاود قادهم. المهم انا غادي نخليكم دابا مع لا فيديو، ما تنساوش انكم تخليو لي الاراء ديالكم حيت الاراء ديالكم كيهموني. باش نتسدى البيت باش ما تصدعش، اليوم جيت نبارطاجي معكم هذا الماريو هذا اللي درت لهذا البيت. باقي لي هذه البلاصه هذه، غادي ان شاء الله نجر واحد شويه باش يكمل لي لي طرافو ديالو. الناس اللي كنشوفو هنايا راه كانت عندي هذا راه مبني البنات، كاين يعني كاين في الحيط، انا غير زدت ليه هذا الخير. هانتوما شفتو هنا راه مبني، هنا راه كونتر بلاكي، وهذا الام دي اف، درت الام دي اف وصايبنا هنا كما كتشوفوا راه الحيط هذا هنا راه مازال ما كملش ليا هنايا واحد البلاصه الفوق، وباقي هاد البيبان هنا. ما تكون ها تقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاني، حيت هنايا كان صراحه معيب شحال، وحنا كنقولوا غنصايبوه. دابا ملي قديت الكوزينه وخد ليا العبار عطاني ثمن مناسب صافي، وقلت علاش لا ما نصايبوش. قولوا لي كيفاش جاتكم لا كولور، واش زوينه ولا لا، كيفاش جاكم هذا الخير. هذا راه شويه رطب، راه كاين واحد اخر بحالو ولكن حرش، انا ما عجبنيش قلت ندير هذا العريس. ودرت هنا ما درتش نفس الغلط اللي درت في بيتي، درت هذه السكه هنايا ودرنا هذه السكه من هنا ديال الالومنيوم باش يكون كيتسد هنايا مزيان، وحتى هنايا ما كيخليش واحد السباس اللي هو كبير حيت كتدخل الغبره واخا هكاك صافي. وهنا راه كان عندي ديال العود، هنا كان عندي كادر ديال العود، راه حيد هذاك الكادر كامل وعاود هاد الشنيبات كاملين وغلف هنايا وغلف هنا. هنا راه باقي غادي يدير لي اليدين، مي انا قلت واقيلا احسن نخليوه غير بحال هكا حيت جاني هكا احسن، جاني بلا يدين احسن. وراه زعما تقدروا توصلوا هكا وتحيدوا اصلا، اني ما غنوصلوش انا حيت قصيره، ولكن الا بغيتي تحيديه راه كيتحيد. نبدا لكم بهاد الجهه هادي، درت فيها هنايا واحد جوج ثلاثة ربعة وجوج مجور. هادو بالنسبة ليهم ما درت فيهم لي ميكانيزم وداكشي كامل اللي فيه، درت مجرى عادي اللي ركزت عليه هي السكة تكون زوينة باش يكون كيمشي المجر وكيجي زعما ما تقيلش، ولكن توشلاش وأفران ما درتهمش، لأن هاد البيت هادي عندي غير ثانوية ماشي بيتي. وشنو كنت باغا نقول لكم، درت هنايا جوج ودرنا هنايا، درت هنا علاقه
ديال النص وعلاقه هنايا ديال النص، رانا مازال ما كملش علاقه ديال النص. عرفتوا راه حتى هادشي ما مبنيش، مبني عوج شويه، داكشي علاش تعذب فيه السيد مسكين فاش صايبو. هانتوما شوفوا حتى الحيط ها هنا راه خارج وراه نفس علاش حاط، وهنا بدا كيدخل. شفتوا الحيط هنايا ما بقاتش، ما دايرينش ليه السيمه ديالو داكشي مزيان. باغ كونطخ راه صرعو زعما خلاه باش يتسد مزيان. هاد الجهه هادي درت فيها هنايا، درت فيها ايطاجير 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 ايطاجير، ودرت عاود جوج مجوره، وهنايا خليته طويل. هنا كنظن غادي ندير فيه، كان غادي ندير فيها سميتو، غادي ندير فيه العلاقه، غادي ندير فيه العلاقه ديال الحوايج. لكن بان لي راه ركب ليها هذا، ما عرفتش عاود تفهم ثاني مع راجلي لا شي حاجه اخرى ولا الله اعلم. المهم هما كتشوفوا هنا راه كاينه هاد الدخله هذه معكشه شويه في هذا الكادر. هذا مكان ولا كيفاش جاكم؟ المهم مازال ما فيناش، مازال ما تسهلاش، باقي بزاف ديال الحوايج يتركبوا. هنا هاديك غير محطوطه تما وصافي. هادو لي زيطاجير، وهنايا هنا واقيلا بالي غنحيد هادي، غنحيد هادي واخا ركب لينا هاد اللعيبه، وهادي بالي غنحيد هادي ودير علاقه غير الفوق، ونجيب تكاشط ولا القفاط ولا داكشي نحطهم هنايا، حيت صراحه المكان داكشي ما كتلبسوش بزاف. يلا حضرنا عرس واحد فهاد الصيف، بقى حتى حد كيتزوج صافي. هادشي كاين، قولوا لي نتوما كيفاش جاكم، كيجاكم الالوان، كيجاكم هذا الخير؟ واخا باقي خاصها فينيسيون، باقي هنايا باقي هادو، قولوا لي نتوما كيفاش جاكم. شوفوا الطابلو ديال المرح فين درتو هنايا، حيت المرح درت فيه واحد الحاجه واحده اخرى، غنصورها لكم ان شاء الله ونبارطاجيها معكم. هذا مكان شوفوا ليا انا عجبني اللون بزاف. انا صراحه كنت باغيه ندير غير بيض، صافي قال لي راجلي ما نديرو عاوتاني بيض، صافي درنا هذا. المهم هادشي اللي عطا الله، غنسدو ليكم هنايا. قال كان قال لي هذا واش كتفينا على هنا، وهذا كتفينا على هنايا. هادشي اللي كاين الشكل ديالو، ديجا زوين. تتردو عليا في لي كومونتير. مرحبا بالناس اللي كيدخلوا عند الانستغرام اللي كنجاوبهم، شكرا لكم. هذا مكان، قولوا لي رايكم وقولوا شحال تقدروا تقولوا في الثمن في هذا الخير، سورتو مع ان هادشي دابا كلشي غلا. قولوا لي واش شحال تيستيميو في الثمن ديال هاد الماريو، سورتو انه راه مبني يعني ماشي صايبو هو كامل. هذا مكان صافي. هنايا راه كان من بعد ما جاب ليا كمل ليا البلاكارات، كما قلت لكم راه كان فيه شي عوجاجات لان الداخل ديالو ما كانش مقاد وما مصايبش مزيان، يعني في الميلان ديالو مايل زعما افقي ومايل حتى عمودي، مايل واحد شويه لهيه الجهه الاخرى. دونك جا بحال هكا، نتمنى انني زعما نكون اختاريت اللون زوين وجا متواتي مع البيت. بغيت نبدل الفك الاف زعما، ما بقيتش بغيت ندير بيض. وهنايا راه حاطه فيه غير حويجات صراحه، حيت غير كما قلت لكم تناوي حاطه فيه غير حويجات زيوفه، داكشي اللي كنبغي، فاطي جاكيطات زيوفه. المهم حيت هاد لي بلاك هادشي مازال ما مقادش، هنا كنحط فيهم شويه ديال لي نور هكا كنلوحو، راه كيخلي فيهم ريحه فنه. صافي هنا الجاكيطات، هنا باقي خاصنا العلاقات بحال باش يجيوني هما هادوك صافي. بالنسبه للون قولوا لي واش عجبكم، اشنو نزيد اشنو نقص، الفوق واش نخليه هكا ولا ندير ليه اليدين. انا ما درتش ليه مازال اليدين، خليته بحال هكا. قولوا لي واش هكا حسن ولا اليدين حسن، عطوني الراي ديالكم. قولوا لي شحال تقولوا بانه يقدر تقام عليا هاد الماريو.
ساشون كو راه هو راه مبني وكل شيء من زمان مبني لداخل. هنا صافي كنوريكم بلي راه دار كيتحل دغيا، وحيت كيرجع راه ساهل عليا باش انني نحلو ونردو. اصلا دايره فيه حويجات اللي ما كنستعملهمش كاع بزاف يعني الا بغيتهم. قولوا لي الراي ديالكم، راه كيهمني بزاف. ما تنساوش انكم تلايكيو لا فيديو، دخلوا عندي الانستغرام، دخلوا عندي، مرحبا بكم والف مرحبا. راه حتى تما كنبارطاجي فيه حويجات زوينين، وكنعطي فيه لينيرجي، وكنكون فيه بعض المرات شي حويجات اللي كنبارطاجيهم معكم في ستوري. كيجيوني ساهلين، ماشي بحال يوتيوب. يوتيوب الله يعطينا بركته، صعيب 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 بزاف. دابا غير باش نتونكاجا معكم ندير لكم دو فيديو في لا سيمين ولا ثلاثه، راه كيجيني صعيب صعيب بزاف. كانت هذه هي لا فيديو، يا ربي تكون عجبتكم. هنا صافي وصلنا لفان ديال الفيديو، نتمنى انها تكون عجبتكم. ما تنساوش من لي لايك، ما تنساوش لي كومونتير زوينين، وحتى الخايبين تا هما مرحبا بهم. انا كنت كنستقبلوا كل شيء، لان انا حتى لي كومونتير الا كانوا بنائين فراهم علاش كنبنيو ونحيدو حويجات، حويجات اللي هما بوتيتغ كيبانو ناس اخرين باللي راهما ماشي مزيانين. ايوا خليت لكم راحه الله، نتمنى انكم هاد لا فيديو تكون لقاتكم على خير وخلاتكم على خير. الى فيديو قادم ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله واحد العراضه كانت عندي في الدار. ما تزابيوش، بقاو تابوناو في لاشين، لايكيوها، فعلوا الجرس باش يوصل لكم لي فيديو. خليت لكم راحه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.